تتحرك. متابعي الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، معكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. في هذه الأثناء السلطة المحلية كتقوم بواحد الحملة لتحرير الملك العمومي، وأي أي كارو أي حاجة أي كارو أو أي كروي لك يتم الحجز ديالها. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام على المباشر من مدينة بن سليمان. سيد غيموت، سيد غيموت، هيا 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 الله يحفظ، الله يرحم الوالدين وما بقاش يحط هنايا، الله يرحم الوالدين. سعادة الباشا، الله يرحم الباشا. ها؟ كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، انتم مازال معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان في إطار تحرير الملك العمومي للمدينة. السلطة المحلية كتنظم أكبر حملة في هذه الأثناء متابعينا الكرام باش يحروا الملك العمومي من الباعة المتجولين. أنا مازال معكم بث مباشر. كما كتشاهدوا معنا الشاحنة كترفع أي واحد محترش القانون ديالو، أي واحد ملتزمش بالقوانين، أي واحد حاط في الملك العمومي. متابعينا الكرام، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فالسلطة المحلية كتنظم أكبر حملة لمحاربة الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين.
ما عليك كما كتشاهدوا معنا المشاهدين الكرام، حنا مازال معكم في فتش مباشر من مدينة بن سليمان، تحرير الملك العمومي من طرف السيد قائد المقاطعة الثانية. هذا اشتري من هنا زيد كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، اي واحد مخالف القانون كيهزوا ليه وسيله ديال اللي كيحط السلعه ديالو، فمحاربه الملك العمومي والباعة المتجولين. كما كتشاهدوا معنا كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذه الحملة بدات الصباح ودابا مازال متواصلة بمدينة بن سليمان لتحرير الملك العمومي، محاربة كل هذه الحملة معززة بالعناصر الأمنية. في مدينة بن سليمان متابعينا الكرام، كنذكركم بهذا حملة كتنظمها السلطان المحلي بن سليمان وعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، فكل أي واحد عنده كار أو أي واحد عنده كروسة ديالو بئر متجول بصفة عامة
بيع مجول بصفة عامة كيتم. لا رانا تخلوا هذا سبلي شنو في كالو ها كيف ما كتشاهدوا معنا اكبر حمله كتشنها السلطات المحليه ببن سليمان بحضور قائد المقاطعه الثانيه عناصر القوات المساعده كما شاهدوا معنا كذلك الامن الوطني. صراحه إذن متابعينا الكرام معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان، هذه على مستوى منطقة الحي الحسني. حنا دابا في الحي الحسني مدينة بن سليمان، السلطة المحلية كتشن واحد الحملة اللي هي كبيرة. شكر خاص لأعوان السلطة والمجهود اللي كيقوموا به الجبارة، كذلك السيد قائد المقاطعة الثانية، العناصر الأمنية فمشكورين. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فحملة مكثفة صراحة، حملة كتجمع أكثر من أعوان السلطة، كتلقى رجال الأمن، قوات المساعدة، قائد المقاطعة الأولى، قائد المقاطعة الثانية. فهذه حملة كتشنها السلطة المحلية بن سليمان. إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.